السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب يكون الجميع بخير، يسعد صباح كل واحد عنده صباح، ويسعد مسا كل واحد عنده مسا. تحياتي لحضراتكم، معاكم اخوكم سامح الخوالقة، قناة منوعات رحال. تنسوش بالله عليكم تدعموا لنا المقطع بلايك حتى ينتشر وكل الناس تقدر تشوفه وتعم الفايدة. النهاردة بمشيئة الله يا جماعة هنتكلم عن سمكة البلطي بمشيئة الله. هنقول لكم معلومات مهمة جدا جدا جدا، تقريبا يعني بمشيئة الله ما حدش اتكلم فيها قبل كده عن سمك البلطي. المعلومات اللي احنا هنقولها النهاردة دي مهمة جدا جدا، لان ديت اهم العوامل المؤثرة في صيد سمكة البلطي صيفا وشتاء. تابعوا معانا ان شاء الله، الفيديو هيعجبكم باذن الله. ولكن برضو قبل ما ندخل في التفاصيل بتاعتنا، عايز نقول لكم حاجة. الصيد يا جماعة، صيد السمك ارزاق، والرزق مش بس بيبقى سمك، ساعات بيبقى فيه صلاة رزق النبي، ربنا مخبهولك جوه الرحلة بتاعتك، بتستفيد منه، بتحس ان انت فعلا هو ده الرزق اللي ربنا بعتهولك. مثلا على سبيل المثال، لما ربنا سبحانه وتعالى يريد ان هو وانت قاعد كده تلاقي حد جايب لك كوباية شاي، تلاقي حد بعت لك حبيتين فاكهة، ولا يعرفه ولا يعرفك، هو انت ما انت قاعد كده تلاقي الرزق ده جالك، سبحان الله يعني. ودي من ضمن الحاجات اللي هي بتحببنا في صيد السمك وبتحببنا في رحلات صيد السمك. اما بقى بالنسبة للمعلومتين المفيدين اللي احنا عايزين نتكلم فيهم عن البولت ان شاء الله، المعلومتين ده يا جماعة، صيد البولتي بيرتبط ارتباط تام على درجة الحرارة. السمكة ديت سبب تحركها درجة الحرارة، سبب أكلها درجة الحرارة، سبب عدم أكلها درجة الحرارة. بص يا جماعة، ده الصيد اللي ربنا كرمنا فيه في نهاية الرحلة ديت. أنا حبيت نصوره لكم برضو في أول الفيديو على أساس برضو إيه تبقوا شايفين. ده سمك ورائي جميل محترم خالص، وربنا كريم. ندخل على الانترو إن شاء الله ونرجع نكمل الموضوع بتاعنا، تتابعوا معانا. كائن حي على الارض يا جماعه في منه ذكر وفي منه انثى، كذلك السمك. عشان ما نطولش هنتكلم عن السمك. السمك في منه ذكر وفي منه انثى، لازم تعرف شكل الذكر وشكل الانثى. السمكه اللي معانا دي سمكه ذكر. لما تلاقيها موجوده في المكان مره واثنين وثلاثه، تعرف ان المكان ده في وقت تكاثر. التكاثر بتاع السمك ازاي؟ التكاثر بتاع السمك، السمكه بتفقس بيض، الذكر بيجي يلقح البيض ده، بعد التلقيح البيض ده بيفقس سمك صغير، النتايه بترعيه، بعد كده كل واحد بيروح لحاله. تمام يا جماعه، لازم تعرفوا المعلومه دي كويس، ومن دي من اهم المعلومات النهارده ان شاء الله. طب ايه علاقه اللي انا بنقوله ده في صيد السمك؟ علاقه اللي انا بنقوله ده ان انت لما تلاقي الذكر مره واثنين وثلاثه في المكان، تعرف ان المكان ده مش هتاخد منه سمك كويس، لان السمك الكويس بيجي عن طريق النتايات وهي ما بتبقاش موجوده في المكان. نشوف بقى الرزق اللي احنا بنتكلم فيه، الرزق اللي ربنا بيبعته لك وانت مش تعبان فيه. بص يا جماعه، احنا ايه، خدنا سمكتين وربنا كرمنا اهو بضيف كريم، اهو بعت لنا شويه جوافي، الف الف شكر والله من نفسه. واسم الكريم ايه؟ عاشت لأسامة حوده، الف الف شكر يا حوده، ربنا ما يحرمنا منك يا رب يا حبيبي، جزاك الله عنا كل خير. خد يا يحيى من اخوك محمود. معلش مش تابع. لا يا حبيبي والله، جزاك الله كل خير، ربنا يحفظك يا رب ويديك الصحه، الف الف شكر يا حوده، الف شكر يا حبيبي. خدنا سمكتين طبعا. زمان كانوا بيقولوا لنا السمكه لما بتيجي تبخ ما بتاكلش، وان السمكه بتبخ مرتين. طبعا الكلام ده طلع مش مظبوط. قالوا لنا برضو ان كل كائن حي بياكل، وان سمكه البلطي ما بتصومش. طلع برضو الكلام ده مش مظبوط. عرفنا ازاي؟ عرفنا عن طريق بحوث قريناها عن طريق الانترنت، واتصلنا باخواتنا وحبايبنا اصحاب المزارع اللي هم فاتحين مشاريع قائمه على علم وعلى دراسه. طبعا مشاريع متكلفه فلوس كتير جدا، ولازم يبقوا فاهمين كل حاجه عن سمكه البلطي. الناس دي يا جماعه قالوا لنا واكدوا لنا ان كل ارتباط سمكه البلطي بالحراره. يعني على سبيل المثال، امتى السمكه بتصوم؟ امتى السمكه بتاكل؟ فعلا سمكه البلطي بتصوم، بتصوم لما توصل درجه حراره الميه الى درجه 10. ايوه ايوه يا عم صبري يا حضراوي، ده السمك اللي احنا بنتكلموا عليه يا عم صبري. ماشي يا عم صبري، ده اسمه ورقة يا عم صبري، ده شراغيش النيل مش شراغيش الطرق حبيبي يا عم صبري.
طبعا احنا النهارده ان شاء الله بنقدم دعوه كده لاخونا صابر الحضراوي واخونا ماجد حسن واخونا حمو الخياط، نقضي يوم هنا في المايه دي ان شاء الله باذن الله. اليوم ده هيبقى فيه تحدي كده بمحبه وبقوه بينا، الغرض منه طبعا ان احنا نقضي يوم مع بعض وان احنا نقدم اكشن للجمهور. واكتر واحد هياخد كميه سمك ان شاء الله هيفوز معانا بعود هديه مننا احنا الاربعه. طبعا الهديه متقدمه مني، ولو انا فزت فالهديه ترجع لي. بقيه الفيديو هنكمله معاكم في النور، ندي لكم تفاصيل اكتر. خليكم معانا واحلى مسا للحضراوي. بص يا حضراوي، ماشي يا ابو سمكه البولت يا جماعه ليها وصف علمي كده بيقولوا ان هي سمكه الدم البارد، اسمها اسماك الدم البارد. يعني ايه بالفلاحي كده او بالبلدي، انا اسف لو خني التعبير، يعني السمكه ديت درجه حراره جسمها بيتغير مع درجه حراره الميه اللي هي موجوده. اوقات احنا واحنا بنصطاد الكلام ده طبعا الصيادين عارفينه، واحنا بنصطاد كده بنمسك سمكه نلاقيها ساقعه، وسمكه تانية نمسكها نلاقيها سخنه. فعشان كده سموها سمكه صاحبه الدم البارد. ليه؟ لان درجه حراره جسمها بتتغير مع درجه الميه. السمكه امتى بتاكل امتى بتشرب، كل الموضوع مرتبط بدرجات الحراره. هنبقى نتكلم في تفاصيل اكتر ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. تابعونا وخليكم معانا، ما تنسوش الشاركه عندنا في القناه عشان يوصلكم مننا كل جديد. ده اخونا محمد اسماعيل، احلى مسا عليه. نكمل بقيه الفيديو كده، هنتفرج على كام سمكه كده ليليه، ولكن ان شاء الله السمك هيعجبكم باذن الله. كله يا حضراوي فيهم يكون في بولت كبير. اي بس صغير يا عم، بس احنا فرحانين عشان لسه تقبل. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، الله اكبر. دي اكبر حاجه معانا النهارده، والله اكبر. طبعا خليكم معانا رجاله، على وش اخوها حبيبي سامح الخواله، انا هطرح حاله. ايوه يا كريم يا رب، ما شاء الله. بس ابو يحيى، ايه يا حبيبي؟ السمكه دي اهداء لابو يحيى يا رجاله، اللهم صل على النبي. طب استنى نمس على عم صبري، احلى مسا عليك يا عم صبري وماجد حسن طبعا، واحنا مستنيينهم هنا ان شاء الله. وباذن الله ابو يحيى عامل مسابقة حلوة كده، صباحكم جميل ان شاء الله. تشرفونا بقى رجاله.